يمكن قرب اليوم اللي نشوف فيه شركة أبل تقلد الصينيين. في العادة كانت الصينيين يقلدون أبل، الدنيا قاعدة تدور. وأيضا شركة سامسونج لما تفكر في الفايف جي وهذا الشيء مصلحتها ولا لا. خلونا نتعرف على هذه الأمور كلها في حلقة جديدة من العلوم والتقنية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من العلوم والتقنية، وهذه الحلقة بالتعاون مع زين. نروح لأول خبر في العلوم وشيء جدا جميل. لما هنا في مؤتمر السي اس نرى الكثير من التقنيات اللي كانت كبيرة وأحجامها تشكل عبء جدا كبير في الطب، صارت هذه التقنيات مصغرة وتجي بحجم اليد. أحد هذه التقنيات اللي هو الألترا ساوند، تعرفوا جهاز الألترا ساوند اللي من خلاله الطبيب أو الطبيبة يقدروا يشيكوا على الجنين اللي موجود في رحم الأم، كذا يقدروا يحطوا نفس السنسور على نفس بطن الأم ويشوفوا الصور حقت الألترا ساوند للجنين ويطمنوا على حالته، ونقدر نقول بعض القراءات الحيوية. هذا الجهاز بالعادة يكون زي الدولاب موصل فيه سلك في القارئ هذا. شفت الجهاز على هيئة جهاز صغير كذا، ينشاب اليد وينشحن بطارية وينشبك على تطبيق. هذا برضو من الأشياء الجميلة اللي موجودة هنا في مؤتمر السي اس. وفعليا في مؤتمر السي اس في كثير من التقنيات اللي قاعدة ترسم الخط ل 2019. هذه التقنيات شملتها في فيديو خاص مع زين، هتلاقوا وصف الحلقة موجود الرابط فيه. فعلى طول من هذه الحلقة هتشوفوا كل التقنيات اللي ذكرتها في الفيديو فعليا هي اللي هنا مركزين عليها في مؤتمر السي اي اس، وهتلاقوا خلال عام 2019 أشياء مثيرة للاهتمام كلها محورها في هذا الفيديو، فلا يفوتكم الفيديو. ننتقل لأخبار التقنية ونروح لتويتر، واللي قاعد يجي تحديث على كثير من المستخدمين لبعض الخدمات الإضافية، منها أنه يصير الأشخاص يعرفوا إذا هذا الشخص المغرد موجود أونلاين ولا مو موجود أونلاين، موجود فعليا حالا هذه اللحظة على نفس المنصة ولا لا. هذا الشيء سبق وطرحته الانستغرام في منصتها، الحين حيجي على تويتر. وفي بعض الأشياء الأخرى المحفزة في تويتر حتى تصير مع التحديثات، منها التقليل من نفس العنف والردود السلبية. الطريقة اللي حتصير في اللغة العربية على هذا النهج ما ندري بالضبط كيف حيكون، ولكن تويتر قاعدة تاخذ خطة تصحيحية كثيرة على أساس المنصة تكون أجمل وأروق وتجذب مستخدمين أكثر. تقدر الآن تشترك في باقة سبيد 4G، الباقة المفتوحة الغير محدودة اليومية، ادفع حسب الاستخدام، انترنت سريع يرضي جميع احتياجاتك. حطيت لكم رابط في الوصف لنفس العرض من زين. بعد الصدمة اللي شفناها مع بداية مؤتمر السي اس والتعاون بين شركة سامسونج وبين شركة أبل في تلفزيوناتهم، وسألتكم في الحلقة الماضية للأخبار هل ترى أن أبل بتتعاون مع شركات أكثر مستقبلا؟ حوالي 83 85 بالأصح في المية منكم قال نعم نرى هذا الشيء، 14% قالوا لا. الفكرة أنه نعم تعاونت شركات أبل مع صناع أكثر. لو تكلمنا في مجال التلفزيونات والشاشات الذكية، طبعا تم الإعلان على الايربلاي 2 والايتونز. الايربلاي 2 حيكون موجود في نفس الشاشات حقات سامسونج، وأيضا الايتونز لاحقا خلال السنة بتجي. هذه كلها حيجي على تحديثات وعلى بعض نقدر نقول الأجهزة المحددة. نتكلم على السلسلة الخامسة أو لا الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة والثامنة من نفس التلفزيونات الذكية لسامسونج لعام 2018 و2019 هتحصل على هذا التحديث. وأيضا شاشات من LG وشاشات من سوني وفيفو، كل هذول شاشات بيحصلوا على تحديثات. موديلات 2019 هم الغالبة في هذه الشاشات، ولكن بيحصلوا على تحديثات تمكن الايربلاي 2. فنعم تعاونات أكثر قاعدة تصير واضح من شركة أبل مع كثير من الشركات الأخرى حقت التقنية، يبوا يوسعوا منظومتهم وخدماتهم يتيحوها لناس أكثر، مو بعادة أبل، ولكن واضح أن الوضع اللي هم فيه لازم من خلاله يسوي شوية تصحيحات وتعديلات على قوانين حقت شركة أبل. وخلال الحلقة بقول لكم تيم كوك نفسه وش قاعد يقول عن مستقبل الشركة، لأنه واقعيا حسب بعض التقارير تم تقليل من إنتاج الآيفونات وأعداده. لما أنت تسمع الكلمة هذه على طول تقول يا الله قللوا إنتاج الآيفونات للمرة الثانية، فهذا الموضوع جدا كبير. ولكن أول شيء بغانا نعرف الأرقام. كان ينتج في الربع الأول من السنة الماضية 47 إلى حاجة و40 49 مثلا مليون جهاز في الربع الأول من السنة. تم تخفيض العدد تقريبا نتكلم على 40 إلى 42 مليون جهاز حيتم إنتاجه في الربع الأول من هذا العام. هذا يعتبر تقليل إنتاج عدد أجهزة. هذا الشيء قاعد يصير مع أبل، وقد طلعوا القرار الجديد حسب المعلومات أنهم نعم بيقللوا الإنتاجية. ليش يقللوا الإنتاجية؟ أول شيء السوق قاعد يتشبع، وهذا قاعد يصير مع كل صناع نفس الأجهزة. الشيء الثاني ما جابوا التقنيات الكثيرة ولا في الاختلافات الكثيرة بين النسخ. نفس هذه الدائرة شفناها بعض المشغلين، ولكن أبل بالفعل طاحوا فيها. لما نتكلم على الآن
ايفون 10 ايفون 10 اس شيء اختلاف. اوكي وايضا لما نتكلم طبعا اختلافات فيه بس بسيطه اوكي, وايضا لما نتكلم على نسخه الماكس هي اللي حصلت على الصيت الاكثر, وايضا نسخه ال 10 ار اللي ما ندري وش الوضع حقها. فهنا ابل قاعده تقلل من نفس الانتاجيه, هذا الشيء برضه صار تبعا لنفس موضوع النزول سعر السهم حق شركه ابل. نزل سعر شركه سهم شركه ابل وهذا الشيء كل ماله قاعد ياثر على المستثمرين, فيصير قرارات تعديليه من شراكات من تعاونات من ايضا تيم كوك. ايش يقول؟ في خدمات جديدة أو في خدمة جديدة بيتم الإعلان عنها خلال عام 2019. وش هتكون هذه الخدمة؟ خدمة متوقع أنها موجهة للستريمينج للبث, أو خدمة لتأجير جوالات بدل ما أنت تشتري جوال, أو خدمة ل ما أدري. إيش رأيكم؟ وش الخدمة اللي تتوقع شركة أبل لازم تعلنها؟ فأنتوا أعطونا آراءكم في الشركة القادمة أو الخدمة القادمة اللي لازم تجي من شركة أبل. في الأيام الماضية صار في وضع تخيلي للجوال, يمكن يكون هو الجوال القادم من شركة أبل, وتكلمت عليه في الحلقة الماضية إنه يمكن هذا يكون الجوال حق الآيفون 11 أو الآيفون 20. مسألة وجود ثلاث كاميرات وراء مسألة مختلفة عن فكر أبل المعتاد, وتذكرنا على طول بنفس الثلاث كاميرات اللي موجودة في إيش؟ في الهواوي ميت 20 والميت 20 برو. جاء اليوم أو يمكن يجي اليوم, لأنه لسه ما صار الجوال هذا تأكد, يمكن يجي اليوم اللي نشوف فيه شركات الصينية أبل تقلدهم في وضع مثلا البصمة في الشاشة, وأيضا وضع لو تكلمنا على الكاميرا خلف الجوال بثلاث كاميرات في مربع. هذا الشيء تتوقع أنه بيصير ولا لا؟ خلينا الحين من جد هذا نسويها الحين ونقول نهاية السنة وش توقعاتكم كانت في هذا الوقت, بداية السنة على نهاية السنة إن شاء الله وشهر 9 الجوالات الجديدة. فأوكي قولوا لي وش تتوقعون؟ هل تتوقعوا أبل بتقلد شركات صينية, وأنه بالفعل هتلاقوا شركات أكثر تقلد الشركات الصينية في التقنيات حقتهم؟ هل فعليا الصينيين صاروا أقوياء في التقنية ولا لا؟ الحين ننتقل أيضا, قلت لكم في بداية الحلقة أنه سامسونج قاعدة تواجه شيء يمكن ما يكون في مصلحتها لما يعلنوا عن تقنية 5G أو ينزلوا جوال S10 نسخة 5G. أول شيء لو الإنتاجية محدودة لهذا الجوال يمكن يكون شيء كويس, ولكن إذا كان المفروض أن هذا الجوال يكون ينتج بشكل كامل ويوزع في بعض الأسواق اللي حصلت على خدمة 5G, هذا شيء أبدا مو مصلحة شركة سامسونج. ليش؟ لأنه أولا انتشار خدمة 5G ما هو كبير, ولما نعرف أنه في خدمات تحطها في جوالك وما تكون هذه الخدمات منتشرة أو متوفرة في كل العالم, هنا تحصل مشكلة تسويقية في توزيع هذا الجهاز في هذا المنطقة وعدم توزيعه في مناطق أخرى, وأيضا تبني الكميات اللي موجودة للسوق وما تقدر تحركها إلا لهذا السوق. فأنت انتجت للسوق الكوري اللي فيه 5G مليون جهاز وما نباع منهم إلا النص, فطيب النص الباقي ما في ولا سوق ثاني عنده 5G, ولا تقدر تحاول تقطر من الكميات على الأسواق الأخرى. هذه أحد المشاكل, ولكن في مشاكل كثيرة. الـ 5G بدري لسه يا جماعة, المفروض أنه بدري نشوف الـ 5G, المفروض نتكلم 5G وتطبيقه من خلال الشركات, وأيضا لما شفنا معرض سامسونج يمكن شفت قسم جناح سامسونج نشوف فعليا الـ 5G يتم إيجاده في البنية التحتية عندنا مع مشغلين الاتصالات مع نفس الشركات اللي قاعدة تسوي الأبراج, كلهم نشوف منهم 5G. فنتمنى انه هذا يكون خطة تصحيحية وهذا الشيء الصحيح اللي نلاقيه من شركات الاتصالات. بعض التقنيات اللي سويت لها مراجعة هنا في مؤتمر CES كانت نفس الماك ميت بوك, اسف الميت بوك 13 حق شركة هواوي, وايضا نتكلم على جهاز يصنع لك زبادي, نتكلم على كاميرا تصور لك 360 ولكن 3D بدل ما يكون عادي, وكثير من التقنيات الاخرى, وكلها حتلاقوها عندنا ان شاء الله في القناة, وبعض هذه الفيديوهات حتلاقوها على IGTV كون انه ما مساحتها ما تسنح لنا ان نحطها على يوتيوب. نهاية الفيديو كل فيديو ان شاء الله رب العالمين تستمتعوا في اجازة نهاية الاسبوع. اذكركم بفيديو حق التقنيات حق عام 2019, بتنبهر في بعض التقنيات وفي كثير منها كلها وبنصح كلها جاء في نفس CES, عندكم الرابط موجود في وصف هذا الفيديو. نهاية كل فيديو يا جماعة, سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.